صباح الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورت في كل مكان. بالتاكيد واحده من المباريات المهمه جدا والمصيريه بالنسبه للنادي الاسماعيلي، مواجهه قويه جدا امام فريق الداخليه. يمكن اهميه المباراه بتاتي بسبب وضع الفريقين في جدول الدوري العام، وكل فريق بيسعى للهروب من دوامه الهبوط. لكن لما بنيجي نتكلم عن النادي الاسماعيلي فدايما بنتكلم على انه اول فريق مصري وعربي قدر ان هو يحقق بطولة افريقيا في 9 يناير 1970، كان الجيل الذهبي للنادي الاسماعيلي، وحقق بطولة الدوري العام وحقق بطولة افريقيا ايضا في 9 يناير 1970. مجموعة من الرموز طبعا والاجيال وتاريخ مهم جدا للنادي الاسماعيلي، وفكرة كمان انه اول فريق ده بيحقق البطولة، فدي كانت حاجة مهمة جدا. فالجيل اللي حقق البطولة ده هو جيل من اهم الاجيال في تاريخ النادي. ربنا يا رب يرحم من توفوا من هذا الجيل ويبارك في المتبقي من ابناء هذا الجيل، اللي كان من ضمنهم الكابتن مصطفى درويش. كابتن مصطفى درويش طرزان افريقيا، اللي فاز مع النادي الاسماعيلي ببطولة الدوري وبطولة افريقيا سنة 1970. اكيد ليهم رسائل مهمة جدا قبل مباراة هامة ومصيرية امام فريق الداخلية. كابتن مصطفى، في البداية بنرحب بحضرتك، طبعا واحد من الرموز التاريخية للنادي الاسماعيلي والجيل الذهبي اللي حقق بطولة افريقيا. بنرحب بك كابتن مصطفى، يعني مباراة مهمة جدا جدا امام فريق الداخلية، عايز تقول ايه عن النادي الاسماعيلي ورسالتك بقى للعيبة النادي الاسماعيلي ولجماهير النادي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كل سنه وانت طيب شريف. طبعا انت قلت افريقيا وقلت الدوري وما نسيت تقول حاجه، ان احنا لعبنا صالح الجيش المصري، ودي شرف لاي لعيب في مصر ان يلعب لصالح الجيش بتاعه، فدي كانت شرف ليا وللجيل بتاعي طبعا. ان احنا لعبنا لصالح الجيش المصري، يعني الجيل احنا طبعا في ماتش صعب، ماتش صعب جدا، بس مش صعب على الاسماعيلي. الاسماعيلي نادي كبير، نادي كبير قوي. الاسماعيلي بعض الانديه، يعني اسماعيل تاريخه في افريقيا وفي العالم العربي وفي اوروبا كل الناس عارفين مين اسماعيلي، لان تاريخنا واللعيبه اللي قدام اللي لعبت وعملت اسم الاسماعيلي دي لعيبه ابزاز. فانا بناشد اللعيبه تهدى تهدى خالص، انتوا باذن الله باذن الله باذن الله هتكسبوا، بس نهدى في الملعب. وطبعا بشكر الجمهور اللي وقف معانا طول عمره، الجمهور وقف معانا من قبل ما كنا احنا بنلعب. يعني انا فاكر لما كنا خدنا الدوري سنه 67 كان الاسماعيليه كلها 1000 ليره وليله، كنا واخدين الدوري من الاهلي، فكان الاسماعيليه كلها في كل شارع في السلك والضمه والبتاع دوت بيحتفلوا بينا. الجمهور ده اساسي اساسي اساسي. نادي الاهلي يوم ماتش النهائي لما كسبناه 1-0 في 67، النادي الاهلي خايف ينزل الملعب، الجمهور بيبقى عامل اساسي، قعدوا اكتر من تلت ساعه مش عايزين ينزلوا الملعب. الحكم الوناني كان زعل منهم وعايز يصفر لهم. ماتش الانجلبير كمان بقى، يعني ماتش الانجلبير احنا ماتش الانجلبير نهائي افريقيا احنا نطينا من الشباك عشان ننزل الملعب. يعني احنا جينا ننزل الملعب عشان نسخن، لان الملعب مقفول، فنزلنا كسرنا الشباك ونطينا من الشباك. ماتش الانجلبير كان 130,000 متفرج في استاد القاهره، كنا بنلعب باسم مصر وبنكسر على كده. يعني نادي اسماعيل تاريخ كبير، وكفايه انت قلت كلمه ان احنا اول نادي مصري واول نادي عربي يجيب كاس افريقيا. يعني اسماعيل مش شويه يا جماعه، الناس بتحارب اسماعيل ليه؟ مش عارف ليه. عايز اتكلم مع حضرتك كمان يا كابتن مصطفى في فكره الجمهور، وبكره يعني والجمهور دايما بيبقى عامل مهم، ويبقى في زحف جماهيري كبير في هذه المباراه من محافظه اسماعيليه. ايه رساله حضرتك عايز تقولها للجمهور في هذه المباراه؟ اهدوا اهدى اهدى هتكسب الماتش، اللي هيهدى هيكسب الماتش، اللي هيتنرفز وتبقى والاعصاب هتشدك، لا لازم النصر ده الماتش دوت ممكن تقابلك اي ظروف، استحمل بس اخر الماتش باذن الله باذن الله هنكسب الماتش. اكتر صمت واستاذ ابو زوره هيقعدونا في الدوري ان شاء الله باذن الله. فالجمهور كتر خيره، كتر خيره، الجمهور بيشقى وبيتعب وبيدفع من جيبه وبيتبهدله، فالجمهور ده فوق دماغنا من فوق. جمهور الاسماعيليه ده جمهور عظيم فوق دماغنا من فوق. الواحد بيبقى صعبانين عليا لما اكون مسافرين برج العرب ومتبهدلين يا عيني، والله ما بفكر فيهم، بفكر فيهم بيجوا ازاي، يقولوا بيروحوا ازاي، وبدفعوا فلوس من جيبهم ازاي، والحياه بقت صعبه. يعني الجمهور ده يعني ما هو اقول لك ايه، يتحط فوق الراس وتعظم لهم الجمهور. فالجمهور يا ده، وان شاء الله باذن الله حطه في دماغه كده ان اسماعيل ان شاء الله مش هينزل باذن الله. رمز من رموز النادي واخد بطوله افريقيا، اول بطوله افريقيا زي ما قلنا في تاريخ اول نادي مصري وعربي، وبيتكلم بيقول الاسماعيلي ان شاء الله باذن الله يبقى موجود في الدوري الممتاز. طبعا تصريحات حضرتك معادله صعبه انك تقول ان الاسماعيلي مش مكانه الاسماعيلي يعني افضل من كده بكتير. الظروف ظروف شريف، ان الكوره لازم فلوس، الكوره بقت فلوس،
يعني اي انا شوف اجهزه الشركات دلوقتي هي بتبقى فوقيك. الانديه الشعبيه دلوقتي بتكافح، وكل الانديه الشعبيه عندها مشاكل ماديه طاحنه. فالاسماعيلي عنده انت بالك قد ايه ما جبتش لعيبه، والمجالس اللي جت قبل كده ما عادش فشلت، مجالس فشلت مش جت سنزلت النادي، لا ده فشلت النادي ودينت النادي. الماتش بكره الماتش يا كابتن مصطفى، من وجهه نظر حضرتك يعني بشكل عام، غياب باهر محمدي ويعني كان هو قوه ضربه بالنسبه للنادي الاسماعيلي في خط الدفاع وكابتن من كباتن الفريق، فشايف ده يبقى ليه تاثير يا كابتن؟ طبعا ليه تاثير جامد. اصل باهر محمدي ابن البلد ابن اسماعيليه، وعنده بيغير على البلد وبيغير على البلد. انا عارف باهر واد راجل راجل، وكلهم بيحاربوا باهر ليه؟ راجل في الملعب غير على الاسماعيلي، موت نفسه على الاسماعيلي. صعب بس ان شاء الله برضه البديل هينزل يلعب، واي حد بديل هيلعب بالروح وظروف الماتش. يعني احنا لما كنا بنلعب في افريقيا وبنلعب كنا بننزل ناكل النجيله، كنا بننزل ناكل النجيله، ما حدش يعدي منك، ما حدش يعدي منك. يعني ايه ما حدش يعدي منك؟ هو يعدي يعدي، انما الكوره لا ما تعديش. ده كان طبعا كده، كان كلنا رجاله، اللي انت تعدي الكورتين انت والكوره مش هتعدوا بعد جثتي. فانا اللعيبه كل الكوره في فريق اللعيبه. انت حطيت طلب من اللعب برجوله استقتال، ماتش حياه وموت. فريق الداخليه الفتره اللي فاتت كمان يا كابتن مصطفى بصراحه تحت قياده فنيه بقياده الكابتن علي عبد العال، فريق محترم بيلعب كوره وبينافس حتى النفس الاخير، بيحاول بقاء في الدوري، فرقه قويه برضه. احنا بنحترم كابتن علي عبد العال، راجل مدرب وليه تاريخ وليه مواقف صعبه جدا، وعشان كده بقول لك ان انا ماتش مش سهل. بس احنا الاسماعيلي معلش، يعني الداخليه عدى عنا وراسنا، وكابتن علي عدى عنا وراسنا، بس الاسماعيلي برضه اسم الاسماعيلي. يعني كفايه ان انت بتلعب باسم الاسماعيلي، ده انت تشيل الدنيا. يعني الناس بتترعش، ده انت قاعد بقى لاعب، انا في 97 كانوا خايفين ينزلوا الملعب، خايفين مننا. فانيلة نادي الاسماعيلي عايز تقول عنها ايه يا كابتن؟ فانيلة برازيل، برازيل مصر، برازيل مصر وعشق مصر. ده احنا لينا جماهيريه، ده احنا اتفرج لما كنا بنروح المجهود الحربي كان الجمهور بيعمل معانا ايه؟ جماهير في لبنان ولا في الكويت ولا في ابو ظبي ولا في دبي ولا في ولا فين، كانت الجماهير بتعشق الاسماعيلي. وفي افريقيا، ده في افريقيا يا راجل ناس سمت على ابو جريشه، لعيبه عيال صغيره سموها على ابو جريشه من كتر الحب للاسماعيلي وشهرة الاسماعيلي. فالاسماعيلي نادي كبير يعني، وكورته جميله، الكره البرازيليه الحلوه الحريفه كلها. يعني الاسماعيلي دوت فضل عن نجوم ابزاز، ما انت على قدك انت كل سنه خمس سته فريق اول من ناشئين. فانا انا قد بقى محسن عبد ربه لعبد فتحي عبد الله سعيد للسوليه لحجازي لجبر، انا قد كتير، مش هنقعد مش هنكفي الحلقه. فالاسماعيلي طول عمره ولاد نجوم، نقيم رضا وشحت العربي والافزاز زولم اللي هم كانوا معجونين كوره. اخيرا يا كابتن مصطفى، رساله بقى من حضرتك يعني وللعيبه وللجمهور وللمنظومه كلها قبل مباراه مصريه امام الداخليه. ان شاء الله زي ما قلت لك يا شريف، احنا باذن الله، باذن الله انا معاك اهو، ان شاء الله اسماعيلي عمره ما ينزل ان شاء الله باذن الله. يعني كل شيء بامر ربنا، بس هي عاوزه هدوء من الجمهور ومن اللعيبه. هتلاقي ماتش سهل لو انفعلت وحطيت في دماغك ان انت الماتش ده يعني كده، لا العب عادي، العب عادي هتكسب الماتش. لو لعبت وانفعلت في الماتش مش هينفع، مش هينفع. اللعيبه تهدى، انتم كنفسكم جامده قوي، عندنا لعيبه جامدين، بس هي اللهم في عون اللعيبه. انا برضو بعذر اللعيبه وبقول لكم انتم اللهم في عونكم، شفتوا ايام صعبه وشفتوا طبعا ما بتقبضوا ولا بتاخدوا العقد بتاعكم، والجمهور بيهاجمكم والدنيا كلها بتهاجمكم، فانتوا رجاله رجاله رجاله، وانتوا التاريخ هيتحسب لكم الماتش ده. التاريخ يعني بعد عمر طويل، بعد 20 سنه 30 سنه الناس هتتكلم عليكم ان انتوا طلعتوا رجاله، وقفتوا رجاله قدام الاسماعيليه وقدام العالم كله، ان انتوا وقفتوا باقل الامكانيات والظروف الصعبه اللي انتوا فيها، فاللهكم في عونكم. انا بقول لكم انتوا كلكم حبايب ولادي، انتوا رجاله. وبرضه بشكر الكابتن حمزه الجمل والجهاز بتاعه، حمص وناو وايمن كمال كلهم، يعني كلهم ولادنا، فدول برضه اتحملوا كتير. فانا بنشدهم يهدوا، واللي هيجيبه ربنا كله كويس.
إن شاء الله يا كابتن بس مصطفى. أكيد أكيد دي كانت رسالة من واحد من رموز في الرياضة المصرية بشكل عام وفي النادي الإسماعيلي بشكل خاص، الكابتن مصطفى درويش، قبل ساعات من المباراة المصيرية للنادي الإسماعيلي أمام فريق الداخلية، والآن العودة من جديد وأون تايم سبورت.